برحب فيكم مجددا أصدقائنا المشاهدين، على أمل أن تكونوا عم بتقضوا معنا أوقات حلوة ونكون قادرين ندفيكم بفقراتنا ضمن يومنا الجديد بالرغم من هالعاصفة الكبيرة اللي عم بتصير برا وهالبردات. إن شاء الله هيك نقدر نسليكم ليقطع هالوقت شوية تسلية شوية معلومات ما بيشكو من شي. محطتنا هلأ بتنتروا مع دكتور رائد محسن، اختصاصي بالتوجيه العائلي والزوجي. اليوم مع الدكتور رح نحكي عن المشاكل يلي بتزداد بالعلاقة العاطفية مع مرور الوقت، إن كان في زواج أو إن كانت علاقة بدون زواج. ديريكت بننتقل للدكتور عبر تطبيق زوم. صباح الخير لألك. لألك ولكل اللي عم يشاهدونا. كيف صحتك يا دكتور اليوم؟ الله ماشي الحال شكرا. إن شاء الله دايما. موضوعنا المشاكل يلي بتزداد بالعلاقة العاطفية مع مرور الوقت، وطبعا نحن عم نحكي إن كنا متزوجين أو غير متزوجين، حيث لا توجد علاقة عاطفية بدون مشاكل. ما بفتكر حضرتك مارق عليك أو علي أو على حدا من المشاهدين أنه في علاقة عاطفية هيك بتجنن أبدا، مثل السمنة على العسل مثل ما بيقولوا، بدون مشاكل قد تمر. ولكن أول سؤال قبل ما نفوت بالموضوع دكتور، هل لازم يكون في هيك شوية مشاكل خفيفة بسيطة لتنعش العلاقة من وقت لآخر؟ لا، نحن لسنا بحاجة لمشاكل قد تنعش العلاقة. يعني هلا بضل في مسائل، إذا ما نسميها مشاكل بنسميها مسائل، بس إنه المشاكل عادة لا تنعش. لكن فينا نقول إنه إذا صار في مشاكل قد تقوي العلاقة، لانه مررنا بالفتره السابقه بايام صعبه بين بعض. هيدي المسائل هيدي او مشاكل والاتيان بحلول لها قوت علاقتنا سوا، علقتنا ببعض اكثر، لانه صرنا نحترم بعضنا اكثر، صرنا نقيم نعطي قيمه لبعضنا اكثر، نقدر بعضنا اكثر. ايه ممكن بهالمنظار، بس مش انه بدنا شويه مشاكل كاين نعيشها. يعني هيدي بتنتعش بدون مشاكل، بتنتعش بدون مشاكل. طيب دكتور، ليش بتزيد المشاكل مع مرور الوقت؟ دايما بس يكون في مرور سنين وسنين بنحس انه لا، بلشت المشاكل تبين مظبوط وصار بدها حل. هي اي تفاعل، كل ما كثر التفاعل كل ما صار في مشاكل بين اي اثنين. يعني خلينا نكون نحن بنعمل بنفس الشركه بنفس المؤسسه وما في كثير تواصل وتفاعل بيناتنا، كل واحد بقسم، ما بكون في كثير مشاكل بيناتنا. بس لما نشتغل بنفس القسم نفس الديبارتمنت بصير في مشاكل. فاذا كل ما زاد التفاعل قد تزداد المشاكل باي اثنين. بقى نفس الشيء بالعلاقه العاطفيه، انه ممكن يكونوا بشوفوا بعضهم لكن قويه العلاقه صار يشوفوا بعضهم اكثر، بصير تبين نقاط الالتقاء والتباعد وشيء يختلفوا عليها. هذا امر كثير طبيعي. نحن انه هي مع مرور الوقت تزداد مشاكل، لكن نفس الوقت بكون صار في عندهم الاليه لاتيان بحلول، لانه في ركيزه، على امل يكون في ركيزه لعلاقتهم اللي هي الحب اللي جمعهم سوا بالاول. هلا احنا عم نحكي انه في بعض الاشياء عفوا بتكون ظاهره خلال المراحل الاولى من العلاقه العاطفيه. ان لم ناتي لحلول بحلول لها قد تزداد فيما بعد. ان تزوجنا او لم نتزوج، بنفتكر انه بكره مع مرور الوقت بتتحلحل. شو كيف يعني لوحدها؟ يعني فرضا انه ما في تواصل فعال بين بعضنا، طيب عم نعمل شيء لحتى نصير نتواصل بطريقه افضل؟ اذا صار في خيانه بالمراحل الاولى بالعلاقه، طيب ما هيدي اشاره انه اذا المراحل الاولى بالعلاقه صار في خيانه مع شخص اخر. طيب كيف اذا صرنا فتره سوا بالعلاقه سنتين وثلاثه؟ طيب معناتها انه عندما تسود الرقابة هذه العلاقة، معناتها إذا عنده سوابق أو عندها سوابق بالخيانة وما كان في بعد روتين ورتابة وضجر وقد خانته أو خانها، معناتها هلا لا، بده يكون في الخيانة موضوع بده واحد يحكي فيه ويصله يجزم فيه ويعرف إنه إذا صار بمراحل الأولى بالعلاقة نسبته كبيرة كثير أن يحصل بعد الزواج او مع مرور الزمن بالعلاقه العاطفيه. ونفس الشيء بالنسبه لي انا يعني عم بجرب احدد الامور اللي هي شو بنقصد فيها. نفس الشيء اذا حدا بيكذب، الكذب اذا حدا بيكذب، طيب في واحد اوقات ببرر انه كذبت وكذب لان كذا كذا، طيب وبعدين ثاني مره وثالث مره، اذا دائما عم بوجد له او بوجد له مبررات للعدم الصراحة، ماني تعب مش حالي، أنا بكذب حالي. صرت دكتور أنا ليش دايما ببرر للي بحبه؟ يعني مثلا إذا كان بخيل
ويتقن البخل ولا ممكن يتغير. انا بصير برر ايه لانه هو عايش طفوله صعبه، بكره بيتغير اكيد، بكره انا بس اتزوج وبغيره. ليش هالقد حب شو عين الحب عمياء هيك بيقولوا، عين الحب عمياء، هالقد عين الحب عمياء؟ هيدي من جملة الاشياء اللي بدي احكي عنها، هي المفهوم للمال. بقى في فرق هون، انه قد يبررها هو انه انا اقتصادي بحسن، وهي بتقول انه لا هيدا بخل. طيب خذي وقتك او خذ وقتك، ما بدنا نقول خذي وخذ، يعني ايه خذي وقتك وحددي هل هو بخيل او اقتصادي. اقتصادي يعني يقتصد ويحسن إدارة الأمور، اختيار اين صرف الاموال. نعم. البخيل معناتها بتتوقع منه كان يعمل هون، لا هون مطرح معين المفروض كان ما يختصر اختصر. هلا هل عين الحب عمياء؟ بقول انه في اشياء تانية بالعلاقة، لانه عم نقول بالاول يمكن يكون ماني شايفة غيره مش مصدقة والى اخره، بس فيما بعد يعني بعد اشهر من هالعلاقة هيدي في اشياء تانية يمكن عجبتها بشخصيته تعلقت فيها. هون هيدا القرار راجع له، هل الاشياء الايجابية بشخصيته اللي انت معلقة فيها بالوزن والكم اكثر من حالة البخل تغطي؟ يعني في شيء بغطي على شيء، لكن البخيل يعني صعب كثير يتغير. لذلك اذا بتقول ما في اتحمل بخله بس بدي اعطيه شويه وقت، طيب انا بقول لك اعطيه كثير وقت وبعدين، خاصه اذا عم يفكروا بالزواج يعني بعدين. فاذا نفس الشيء مثل الكذب، اذا ضل يكذب معناتها من ضمن شخصيته، جزء من شخصيته الكذب، من شخصيتها بتكذب، اوقات باشياء بسيطه بتكذب فيها. فاذا كيف فيك انت فيك تكمل مع حدا هيك؟ هذا السؤال. فيك تكمل مع قضيه مع شريكتك اذا كان الكذب عندها حاله يوميه او شبه يوميه دائما؟ نفس الشيء فيك تكفي معه او مع اذا كانت البخل حاله حياتيه، خاصه اذا تزوجنا. دكتور يعني هول الاشارات، عفوا على المقاطعه، هول الاشارات لازم ناخذهم بعين الاعتبار. يعني ما فيها تمر اشاره قديم لو نحن يلا تمرق مرور الكرام انه ايه يلا معلش بخيل بيتصلح كذاب بكره انا بغيره، ما بيحترمني بالمجتمع بكره بصير يحترمني. لكن في اشارات معينه مع بدايه العلاقه لازم ناخذها بعين الاعتبار. بس قديش الوقت دكتور؟ يعني انا قديش بعطيه مجال لاعرف اذا هيدا الانسان بيتغير ولا لا؟ يعني اشرتي انت هلا بضمن سؤالك على نقطه كمان بحكي عنها اللي هي الاحترام. خلينا ناخذ حيلا شيء يحكيني انفا او الاحترام، لا انا نقطه جديده. طيب اذا كان ما بيحترمها، مضروب ما يحترمها قدام اصدقاء والصديقات، ما بيحترمها يعني وان اون وان، هن بين بعضهم ما بيحترمها، وامام الاخرين يمكن بيحترمها او ما بيحترمها. لا في كتار قد يحترم او يصطنع الاحترام امام الاخرين، لكن بالحقيقه هي تعرف وتعلم انه ما عملته لها الاحترام ليست جزء منها. فهل الشيء هذا بيتغير قدام نعطي وقت للاحترام او للكذب او لكل هول الاشياء عم نحكي عنهم؟ قد ما بدها يعني، بس بده يجي وقت تحط براسه، بده يحط براسه انه الى متى؟ يعني شهرين، ثلاثه، اربعه؟ هلا فيك تقولي طيب رايك الشخصي شو؟ بقول رايي الشخصي انه بعد ما الواحد بيكونوا سوا بشكل يومي او شبه يومي لفتره سبعه اشهر، ثمان اشهر. طيب طب سنه وبعدين؟ يعني صرنا سنه تنقول من ادار لادار، من شباط لشباط. شرط انه عم نشتغل على المساله هيدي ونحكي فيها، ما فيها انه وحده يعني هي الشغله ما بتعجبني بدي شو اذا بتتغير. لا، ما اذا ما حكينا فيها واقتنع الشريك او الشريكه انه ايه لازم غيرها، معناتها لن تتغير اذا هو بيفتكر انه ما في شيء غلط باللي انا عم بقوله. واذا هي بتفتكر انه مشيلنا اياها هلا، يعني الكذبه كل مره مشيلنا اياها هلا، طيب انه اوكي معناتها هيدي بتكون جزء من علاقتكم المستمره اذا ضليتوا سوا دون زواج او مع زواج. فالكنترول السيطره، انه دائما القرار يجب ان يكون قراره بكل شارده ورده، هو من يقرر. طيب خاصه اذا تزوجتوا، معناتها بدك تعرفي انه العلم اللي انت تعلمتيه ويمكن تكوني بشغلك ناجحه اكثر ما هو بشغله ناجح، لكن هو بيعتقد انه القرار له. مش غلط اذا كان هو شريكته تحمل نفس المفهوم انه القرار دائما للرجل، هذا ليس من الغلط، شأنه. نعم. بتعتبري مثلك انت بشو احسن مني؟ فاذا ما فيك تكوني معه، خاصه لما نقول ست سبعة اشهر مرقوا وبعدك بتلاقي انه
هو بياخذ القرارات كلها او دائما حسب ما هو بده. طيب دكتور، المستوى اذا كنت عفوا نعم، المستوى الثقافي للأشخاص وخبرتي أنا بالحياة بتخليني أقفره أكتر، يعني إذا أنا إنسان مثقف مطلع منفتح عندي خبرة بالحياة بقدر أقفره قبل أسرع، يمكن ما ضل أنا وياه سنة لأعرف إنه هالإشارات يعني انتبهي في كذا، ولا ما خاص؟ بتعرف ما في كلمة ما سمعتها، بقدر شو أقفره أو شو الكلمة؟ إيه أقفره، يعني أقفره بقدر إيه؟ أنا إيه أعرف إنه هيدا الإنسان يعاني من أشياء كتيرة لأنه هالإشارات بيدلوا على هيدا الشيء. صحيح. يعني الواحد ما ضروري يكون انه يعني بقدر اقفره، ايه فيكي، بس هذه نسبيه المساله، اقفره اكتشف ان هي هيك، اقفرها انه هي كذا، طيب ممكن انا اكتشف اسرع ما هو يكتشف. مع الوقت سنكتشف، هيك عم نقول المواعده ضروريه، ديتنج ضروريه لحتى نكتشف بعضنا. الواحد ما يقول يعني نحن قبل الزواج ما كثير رحنا وجينا سوا، لذلك ما قدرت اقفره قبله. يعني اللي ما في تواعد بقول في خطوبه. فاصلا ما هي الخطبه، هي شو؟ انه الخطوبه هي مش الخطبه، الخطبه بصير خطاب، الخطوبه هي لفتره امتحانيه للعلاقه كي تؤدي الى الزواج. بس ما فيهم كمان الاهل يجوا يقولوا معنا، خاصه الفتيات يعني البنات، انه يخطبوا ويتركوا، طيب اذا ما فيها تتواعد بدون خطوبة، وإذا خطبت ما فيها تترك، لا ما هي تكتشف الواحد الأشياء هيدي، وإلا بكرة بعد الزواج بتغيريه. من قال ذلك؟ إذا كان يشرب الكحول بشكل يومي مثلا، وهي ما عندها شيء ضد الكحول، ما عندها شيء ضد الكحول، بس هلا درجة أكثر إذا بحشش بشكل يومي. وطيب إنه ما بكرة بصير في عنده مسؤولية، إنه بصير عنده مسؤولية وبصير في بيت، إذا تزوجنا بيوقف تحشيش؟ مين قال لك؟ بصير يقول لك بالعكس، انه انا حتى اقدر روق مع كل الهموم اللي حوالي بدي حش. او دكتور، نفس الشيء بالنسبه للكحول، انه اوكي الكحول هي بتقول اجتماعيا بالاسبوع مرتين ما غلط، لكن كل يوم طب غير قبل ما تتزوجوا، اذا كيف بدكم تتزوجوا غير هالعاده هيدي شفتي، او الجامله المقامره لعب الأمار، او تدخل الاهل بشؤونها بشؤون حياتها او حياته، اهله او اهلها بشؤون حياه بنتهم او ابنهم. نعم بكره هل هيدا نموذج عما ستكون عليه العلاقة الزوجية وتدخلهم بحياتنا اليومية، إذا كان هني كمان أو إذا ما في هالكيمستري، سكشوال كيمستري أو الانتيميت كيمستري، هالكيمياء بالعلاقة الحميمية أو الجنسية. عفوا، في شيء أنا ما بفهمه كتير، يعني حتى لو كانوا عايشين إذا بدك شبه مساكنة، خلينا هلأ مساكنة موضوع قائم بذاته لحاله، بس بيكونوا مع بعضهم 24 على 24 اعتبر، بس مش تحت السقف الزوجي. نحن رح نتابع هذا الموضوع لو سمحت، بدي اعتذر منك، بس بدنا ننتقل مباشرة إلى وفد حزب الله بالرابية. أولا اللقاء ودي جدا، وزيارتنا اليوم لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون في دارته بالرابية نقلنا إليه فيها أولا السلام والتحيات الحارة من سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وإخوانه في القيادة، وأعربنا فيها مجددا عن تقديرنا الكبير للعلاقة الثنائية الوازنة فيما بيننا، والتي عززت الشراكة الوطنية وحمت السلم الأهلي وحصنت السيادة الوطنية عبر ردع جدي وحقيقي وفره الالتزام بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهي المعادلة التي دفعت عن لبنان مخاطر الغزوة التكفيرية الإرهابية الجامحة، كما دفعت وتدفع عنه مخاطر الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية. ولا بد من الإشارة هنا أن هذه العلاقة التشاركية وفرت مناخا مؤاتيا لبناء مشروع الدولة وفق ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني، والذي لم يرق لكثيرين. اليوم نحن على بعد 4 أيام فقط من مناسبة إرساء هذه العلاقة التشاركية المهمة التي تكرست بدءا من 6 شباط عام 2006 في لقاء كنيسة مارن خايل قبل 17 عاما ولا تزال. نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة هذه العلاقة
مع التيار الوطني الحر وفق الأسس التي أسهم فخامة الرئيس العماد ميشيل عون في إرسائها، والتي تقوم على الصدق والوضوح والشجاعة في مقاربة المختلف بروح حوارية جادة ووطنية وتفهم متبادل بعيد عن الضوضاء والصخب. إن بلدنا اليوم بحاجة إلى تضافر جهود الجميع وفق هذه الأسس للنهوض من الأزمة الراهنة واستئناف مسيرة بناء الدولة لوطن سيد حر مستقل منفتح على العالم على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وشكرا. كنا بنقل مباشر حيث وفد حزب الله بالرابي. عودة لضيفنا دكتور رائد محسن، اختصاصي بالتوجيه العائلي والزوجي. دكتور، رجعني لك عذرا على المقاطعة، سؤالي الأخير لحضرتك. كنت عم قلك في شيء مش مفهوم بين أنه، أو خليني أقول أنا على الصعيد الشخصي ما بفهمه، أنه بيكونوا 2 24 على 24 مع بعض وما في أي مشاكل ومش ملاحظة هي أي إشارة ولا هو، بس يدخلوا إلى القفص الذهبي بتبلش المشاكل وكأنه كبسة وكبسناها. يمكن صاروا مع بعضهم 10 سنين، يمكن 15 سنة، ولا مثل السمنة على العسل. ليه بيصير هذا الموضوع برأيك؟ هلا بيصير في مشاكل لأنه صار نوع من العلاقة بعد الزواج، يعني فات حدا مثل ما نقول على الخط، يمكن ما كانوا يتواصلوا كثير قبل الزواج مع اهله ومع اهله، هلا لما صار يتواصلوا اكثر صار يجي مشاكل من هذه من هذا الصوب. كان بالنسبه للمصاري ما كانوا عم يحكوا كل شيء فوق الطاوله مثل ما نقول بدون كفوف عن كيفيه الصرف بالبيت، صار في علاقه، صار في حساب واحد، صار في مصروف واحد، صاروا يختلفوا عن مسائل ماديه اللي هي هلا كثير شائعه. ان كان في اوضاع اقتصاديه متردده او لا، هي مشاكل ماديه سبب من اسباب المشاكل الزوجيه. فقبل ما كان في ضروره انه يحكوا عن الشيء هذا، هلا صار في ضروره. مثلا الفرص اللي بياخذوها نقتصد او مسافر، هاي المصاري اللي عم نطلعها وفي فائض شو بنعمل فيه؟ بالنسبه لها يمكن بعد ما هلا معنا اولاد خلينا نروح ونشوف، او لما يصير في عنا اولاد بدنا نعرفهم على ثقافات اخرى، حضارات اخرى، بلدان اخرى. هو بيقول لا، هودي لدراستهم الجامعيه. هون بصير في خلاف على المصاري، بيطلع اشياء مسائل. يعني حتى ذكرت حضرتك قبل المساكنه، حتى نعم. اللي بيكون في بيناتهم مساكنه قبل الزواج ومن ثم بصير في زواج، بصير في طبيعه المشاكل تختلف بعد الزواج عما هي قبل الزواج، حتى لو كانوا تحت سقف واحد. حضرتك ذكرتي ما بيكونوا تحت سقف واحد لكن بيشوفوا بعضهم بشكل يومي، عم بقول اكثر من هيك، حتى لو تحت سقف واحد بصير في مشاكل فيما بعد ما كانت تكون تحصل قبل. وهذا امر طبيعي الواحد لذلك. فاذا زي ما نقول جندي، يعني بقول انه علينا ان نتعاطى مع المشاكل خلال العلاقه العاطفيه، اذا عم نحكي هلا صار في زواج، خلال العلاقه العاطفيه قبل الزواج ونحلها، لانه سياتي مش قد، سياتي غيرها بعد الزواج. فاذا بدنا نحمل معنا بالسله اللي المشاكل اللي ما حليناها قبل الزواج ونزيد عليها بدنا نجي بعد الزواج، مشكله يعني اكثر. هي كله مشاكل بتصير مصيبه يعني. 100% يعني اذا بدنا نعطي حل لاصدقائنا المشاهدين اللي عم يتابعونا دكتور، شو فينا نقول لهم؟ يعني في حلول مطروحه؟ في اشياء لازم ناخذها بعين الاعتبار نحن غافلين عنها؟ ايه طبعا اكيد. يعني خلينا بس قبل ما نختم نقول حتى مساله الاصدقاء، انه ما بعرف حدا من اصدقائه، طب كيف صاركم سنتين سوا ما بتعرف حدا من اصدقائه؟ يا اما ما عنده اصدقاء وهذا يروق لك بيعجبك مش مشكله، او لا انه شيء بحيرني ما عنده اصدقاء. يعني معناتها اجتماعيا انت ناشطه هو وعندك معارفك وهو ما عنده، او يخجل باصدقائه. وهون عليك انتبهي لانه هو نتاج هالدوائر، دوائر الصداقات هيدي. يعني هو مثله مثل اصحابه نفس الشيء، هو اذا ما بيعجبوها صديقاته يعني انه ما هي مثلهم. بقى بقول انه الواحد لا يتغاضى عن مسائل هيدي. بفتكر عم تقولي كيف اذا تغاضى او معناتها عم بقول انه ثقتي بنفسي متدني بشكل، اذا انا تعاطيت مع هالامور بطريقه علنيه قد تسبب الشرخ والانفصال، لذلك ما بحكي فيها. طب لايمتى مخبيينهم يعني؟ لبعد الزواج نحكي فيهم؟ ايه بكره بعد الزواج لما بعلقه او لما بعلقها فيه، بصير الواحد بده يبتعد عن فكره الطلاق،
بصير يقبل ببعض الامور ما لها حلول، يعني بيكون عايش بشكل عفوا غير سعيد بالعلاقه الزوجيه بس لانه بده يتفادى الطلاق، لاي متى قد تتفادى او يتفادى مساله الطلاق. نعم ما في، هذه غش، يعني انا عم بغشها وما عم بحكي عن اشياء انا اصلا مش عجبتني، بكره بعد الزواج وأبحكي بحكي عنها 100%، خاصة يعني لازم بعد الانجاب. يعني ماشي، يعني هذا موضوع فعلا عنده كتير اتجاهات، ولازم ناخد كل الأمور يلي منشوفها بعين الاعتبار، لأنه أحلى ما نوصل نحن والشريك إلى حائط مسدود. أنا مزبوط. بدي أشكر حضورك معنا. جملة واحدة بس هيك عن العلاقة الحميمة، كنت عم بقول أنه ما ضروري يكون في علاقة جنسية كاملة قبل الزواج إذا بده يصير في زواج. نعم. لكن الواحد بيعرف أنه ما في هالانجذاب، ما في هالإثارة الجنسية من نعم. من بس المعانقة والتقبيل، كيف اذا كان في علاقه جنسيه كامله ومنه ماشي الحال، طب شو بامن انه بعد الزواج رح يمشي الحال؟ 100%. اذا مكتوب يقرا من عنوانه. صحيح. انا بدي اشكر حضورك معنا دكتور رائد محسن، اختصاصي بالتوجيه العائلي والزوجي عبر تطبيق زوم، والى المزيد من اللقاءات بتمنى لك يوم سعيد. اصدقائنا نحن هلا بنروح الى بريك صغير ونواصل.